بدي رحب فيكم مشاهدينا من جديد. ضيفي بدا مشواره الفني سنة 1984 من أعماله الخاصة مسرحيا إنتاجا وتأليفا: المساكين، مملكة النعيم، البرواز، رحم الأرض، عصابة أوادم، الأمين، طبيب رغما عنه. لديه مشاركات بالمسرحيات التالية: نواطير، القمر، خطأ فني وغيرها. اشتغل مع كبار الممثلين اللبنانيين بمقدمتهم الفنان أنطوان كرباج والمخرج الراحل ريمون جبارة، كما شارك بمهرجانات عربية ونال عدة جوائز بكتابة النص المسرحي وفاز على 10 دول عربية بكتابة النص. شارك بعدة مسلسلات منها مسلسل صدفة، ليلة القرار، الغالبون، عين الجوزة، ولكل مقام مقال. فاسمحوا لي أن أرحب فيه وهو الكاتب المخرج والممثل حسين شكران. أهلا وسهلا فيك معنا. يسعد صباحك. أهلا شو هالصباح الحلو. الله يخليك، نورين بوجودك. الله يديمك. ميرسي يعني لك. شو بقولوا، هيدي اختصرت سنين طويلة من الأعمال. يعني أنا اليوم جاي اتنفس هوا نظيف. هاي الله يخليك، في احلى منها على هالصحيه الحلوه. اهلا وسهلا فيك معنا. وبعرف كل فنان بيكون عنده بدايه، بيكون عنده صعوبات بيمرق فيها، مطبات خلينا نقول. حضرتك يعني الناس بالغنى عن التعريف، ولكن فنان شامل، بتعزف، بتكتب، بتمثل، باخراج، كل الامور. خبرنا شوي هيك لمحه قبل ما نفوت بموضوعنا عن بداياتك والصعوبات وكل هالامور. لكن انا بدايتي الفنيه انا كنت عم بتخانق كثير انا وحسين الموهوب. يعني حسين الإنسان العادي كان على صراع دائم مع حسين الموهوب. هذا اللي حامل هالمواهب المتعددة. يعني أنا مثل ما تفضلتي حضرتك أنه أنا برسم، أنا بعزف موسيقى، أنا بكتب شعر، أنا بكتب مسرح، أنا بمثل، أنا مخرج في بعض المطارح، أنا اللي بعمل الديكور. يعني ما بعرف، هيك الله بعتني من هالشكل يعني. يعني إذا بدي أتناول حسين، خليني أتناوله أول شيء أنا من بداياته. هيدا حسين الشقي اللي كان بعده بسن الطفولة. يعني كنت كتير معجب ومغرم بالآلات الوترية، العود، بس ما بعرفوا أنه هذا عود. اسمعوا على الراديو، اسمع فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب بالتقاسيم الحلوية، تلفتني هيدي الآلة بس ما بعرفها شو هي. يعني ما في تي في شوفها، وما في حدا قريب مني بيعزف عليها لا اتفرج عليها، وهكذا. هلا كنت انا عايش ببيئه شوي المساحه الفكريه ضيقه شوي، يعني ما عندهم تطلعات ولا بيقروا المواهب وما شابه ذلك. يعني فذات يوم كانوا اهلي يشتغلوا بالارض، حملوا حالهم وراحوا على الارض، وبقيت انا بالبيت عمر 5 سنوات أو 6 سنوات عم بلعب بالعابي بالجنينه وما شابه ذلك. بسمع آلي وتريه عم تعزف. هلا اعتبرت انه الراديو شغال، الراديو لا مش شغال، عم تقترب صوبي هيدي الاوتار، يعني عم بسمعها عم تيجي صوبي يعني. نعم. المهم قلت انا بس اجى لعندي فريد الاطرش اليوم. نعم. ايه كتفكير الطفل عن جد موهوب يعني. فالمهم بعد شوي بطل رجل كبير بالسن شواربه شقر شايبين وحامل على كتافه مدري شو، وحامل بايده الي ما عرفتها شو هي. يا اهل الدار، قلت له تفضل. قال وين اهلك؟ بيحكي هو بلغه عربيه يعني مثل البدوي او شيء يعني. قلت له تفضل، ما في حدا هون. اجى بده فل، قلت له طول بالك، اعزف لي على هاي. قال لي انا ما بعزف على هاي الا لحتى اخذ شيء. قلت له شو بتاخذ؟ مصاري ما معي. قال لي باخذ زيت. قلت له هيت، رحت عبيت له زيت وقعد صار يعزف. هلا هو عم يعزف باحاسيسه وانا عم بتلقى هالمعزوفات بتفكيري وبثقافتي وبأحاسيسي وب سارح بأجواء. عم راقب صبيعه كيف عم تلعب، عم راقب ايده كيف عم تلعب، عم راقب الوتر كيف عم يشتغل، عم اشوف هيدي الآلة اللي انا بحلم اني اشوفها يعني. خلص اجى بده يمشي، قلت له اعزف لي بعد. قال لي اعطيني، خلصوا الزيتات. اجى بده يمشي، قلت له الله يخليك اعزف لي بعد شوي صغير، يعني بدي اخذ منها. المهم قال لي باخذ برغل، اعطيته برغل، خلصوا البرغلات، حمل حاله ومشي. ركضت انا جبت العكازه تبع جده وجبت تانكي كانت ستي هيك بتحضر فيها شغلات لإلها خاصه، ضربها حطيتها فيها، عملت الي خاصه، جبت سلك معدني حطيته، نقرت هيك طلعت موسيقى. قلت بس هيدي هي. رحت صرت اعزف عليها وعم غني بقلب الجنينه، يعني الموسيقى بمطرحها واللحن بمطرحه وانا بمطرحه. المهم على هالشكل هذا. بعد شوي اجوا الاهل من شغل، يعني بدهم يعملوا غدا. الغدا اكيد شيء من حواضر البيت يعني.
حطت ايدها الوالده لتجيب ما لقيت لا الزيت ولا البرغل. اعتبرت حالها انه هي حتى البرغل بمطرح بدها تعمل البرغل مع بندوره وصلصه هاي الاكله ومع الزيت يعني. يا حسين اجى حدا لعنا قلت له ايه اجى فلان كذا قالت له اعطيته الزيتات قلت له ايه بظرف ثواني كانت الآلة اللي انا عملتها تحولت الى حطام هيدي كانت وجسمه وجسمه تحول لانسان وكانه جاي من معركه مرج دابر اكلت قتله وهيدي كطفل موهوب يعني هيدا اكبر دليل استاذ حسين قديش الولد وقت يكون موهوب قديش لازم نفسح له المجال يعبر عن موهبته وبنفس الوقت الصعوبات اللي بيمرق فيها تحدي يعني صحيح. اليوم حضرتك انا بدي هنيك صراحه لانه من ولا شيء عملت شيء خاصه اليوم هيدا الشهر يعني اليوم حلقتنا هو اليوم العالمي للمسرح باذار يكون اليوم العالمي للمسرح وحضرتك اذا بس بالعزف وكل هالامور عملت من ولا شيء شيء حتى بالمسرح قديش اشتغلت وخاصه بدي اعرف منك تحديدا وين المسرح وين كان وين صار علما ان نحن هل اختلف المسرح يعني بنعرف نحن مسارح كثير كبيره من كراكلا لمسرح شوشو لمسرح رحاب مسارح كثير كبيره كيف بين اجيال عم يتغير المسرح بين اشخاص كثير ان كان موهوبين ولا غير موهوبين حتى عم يفسح لهم المجال صحيح لكن انا بشوف شغله انه دائما الشعوب بتحب انها تغير وتبدل يعني لو قدمتي لهم العسل على اسبوع والورد وغيره بقول لك خلص ما بقى بدنا عسل اعطينا شيء ثاني حتى ولو كان المر يعني حتى لو كان شيء أسوأ من العسل بصير بدي نغيره يعني بطبيعه الحال هلا نحن اذا بدنا نيجي حكي نفوت شوي بعالم المسرح نرجع شوي لورا يعني المسرح اليوناني او الروماني او يعني هاي التقلبات اللي مرق فيها او الحقبات اللي مرق فيها المسرح اذا بدنا نراقبها منلاقي انه في تغير في تبدل يعني بمرحله من المراحل كانوا عم يحكوا عم يعني المسرح كان يحكي عن الموت والحياه بمرحله ثانيه صار عم يحكي عن الطبقه الارستقراطيه والطبقه العاديه اوكي نسيوا هذيك او استغنوا عنها لقوها انه شغلات من نوع من الخرافه او شيء وفاتوا بعالم بعد شوي تحولوا الى شيء ثاني هلا نحن حاليا هذا المسرح اذا بدنا نقول انه المسرح المعاصر نحن صراحه يعني انا بلاقي انه مجتمعاتنا بينقصها الثقافه المسرحيه. المسرح لا يدرس. الابداع لا يدرس. الفنون لا تدرس. يعني الفنون هي عباره والابداع والابداعات هي عباره عن رسل. كيف بيجي رسل للدين؟ كمان بيجي رسل بهذا المجال يعني اللي كان يلحن لسيدة أم كلثوم بأرقى أنواع الألحان والكاتب اللي كان يكتب لها بأروع أنواع الكتابات والشعر والأدب وغيره بالإضافة للملحنين والصوت اللي كان عندها والإداء والأغنية هودي مرقوا حقبة زمنية أنا بعتبر أنه هودي الأسانس هودي روح يعني روح الأغنية روح الكلمة علينا نحن أنه نستفيد منهم هلا نحن مثلا انه نرجع للشيء الاول انه ما في ثقافه مسرحيه انه ابننا يعمل حسابه انه انا بدي وفر من خرجيتي كذا 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 لروح احضر مسرحيه هاي مش موجوده حتى الثقافه المسرحيه اللي بتشمل القلم والكتابه يعني انا ما بدي اتبجح بس الواقع هيدا ما في كاتب بيعرف شروط النص المسرحي شو لازم يكون يعني أهمية الفكرة طريقة طرح الفكرة طريقة معالجة الفكرة طريقة اختيار الشخصيات طريقة اختيار الحوارات لهذه الشخصيات يعني أحيانا أنا بيجيني نصوص حدا كاتبها يا عزيزتي بكون في مثلا لنقول أنه شخصيتين طبيب وكندرش هاي مع يعني مع فارق المستوى بتلاقي الطبيب عم يحكي بلغه الكندرجي والكندرجي عم يحكي بلغه الطبيب ما هيدا الطبيب له لغته الخاصه له مصطلحاته الخاصه له موقعه الخاص وهيدا الكندرجي كمان له مصطلحاته الخاصه انا ما عم اقول انه هيدا مستوى اهم من هيدا لا طبعا بس انا بحترم له حياته له مجتمعه له ثقافته له مستواه له لغته حتى بنفس الوقت فهلا كتابنا بتلاقيهم انه ما بيراعوا هيدي الشروط حتى لو طرحوا الفكره لو طرحوا الفكره بتلاقي بعد شوي انه عم بيعالجها بطريقه
غير منطقيه. مثلا حتى عنصر التشويق بتلاقي انه فعلي عنصر التشويق، يعني بلشت انت بعرض المسرحيه، يعطيك العافيه بحمل حالي وفل، ما في شيء بيشدني وبيربطني اني ارجع لشوف شو صار، ما بيعني لي لانه ما شدني، ما حط لي عنصر تشويق. يعني في عناصر مهمه المفروض واحد يضل عم بحافظ عليها لتوصل للناس. فعلا هي فعلا هيك يعني طبعا. هلا اكيد انا ما عم عمم، لا بيبقى في ناس تحترم ألمها وماخذ المواضيع بشكل جدي وماخذ المواضيع بشكل اكاديمي اكثر. هلا في البعض بيقول لك انه هيدا يا اخي مسرح تجربه، يا اخي شو عم بتجرب فيه؟ طيب ما انا شو ذنبي لحتى ادفع لك 20,000 او 30,000 او 50,000 حق بطاقه لفوت اتفرج على شغله انت عم بتجربها؟ طيب شو عم بستفيد منها يعني؟ وبعدين من اهميه المسرح انه نحن اللي وصلنا حاليا من حضارات سابقه. شو وصلنا؟ وصلنا المدرج الروماني، وصلنا المدرج اللي هو اللي فيه مسرح. طيب يعني هذا كان اهم شيء لبناء الفكر الجماعي عند الشعوب. طيب نحن وينه هذا؟ في تفكك. هذا يعني انه في تفكك بالفكر العام. جميل جدا. مثلا اذا خلينا ناخذ مثل بسيط، انه انا عم بحضر مسلسل بالبيت وحضرتك عم تحضري مسلسل بالبيت واكس عم يحضر ببيته، ما في تفاعل، ما في تفاعل بيناتنا لما بتكوني انت عم تحضريها ببيتك عم تحضري شيء ببيتك حضرها بمكان اخر. صحيح. بس لما بنكون كلنا قاعدين 400 شخص بمكان واحد عم نشوف لايف هيدا الممثل شو عم يطرح من افكار او شو عم بيعالج او الى اخره، قديش نحن بنتفاعل مع بعض، قديش انا بقرا احساسك وانت بتقري احساسك كجماعه كلنا سوا موجودين بمكان واحد. فهي هاي كمان نحن بنفتقد لها. يعني انا بعرف الزملاء، انا كنت اعلم يعني اعلم ماده الفنون البصريه باحدى المدارس، كان شو مطلوب مني من الاداره؟ انه اعمل كل 3 اشهر عمل مسرحي يقدمه الطلاب. يعني اختار مثلا عندي 30 طالب، اختار منهم 15 او 10 او 11 هاو شغلهم والبقايا شو. طيب كيف هيك؟ انا هاي ماده مسرحيه، ماده بتحكي عن المسرح، انا لازم اعطيهم شيء عن المسرح بشكل عام، ومن ثم هن شو بيطلعوا بخلاصه هن يصطفلوا، انا ما بقعد دخلني فيهم. يعني انا اعطيت البناء الطريق الصح وهن بيكملوا. صحيح، انا اعطيت البناء. صح. هلا الكل بتلاقي كل المدارس اللي فيها اساتذه عم بيعطوا فنون مسرحيه، اذا بدنا نقول كلنا بيتسابقوا لمهرجان المسرح المدرسي من بده يفوز اكثر. يعني بيهملوا قديش بيكون في من المدرسه تقريبا 700 800 طالب، 1200 1500 طالب، بيختاروا منهم 20، هو هن اللي راحوا يمثلوا المدرسه. لا حبيباتي، هو مش راحوا يمثلوا المدرسه، هودي جماعه هن ثابتون وجودهم بفنونهم وبقدراتهم، لو كانوا من البيت بيجوا بيقدموا هذا الشيء. المدرسه هي اللي بتاهل جيل كامل عنده ثقافه مسرحيه. اكيد هي بتشجعه، هي بتعطيه 100% بتنشطه قد ما فيه. صح صح. لانه عم نحكي على المسرح وقديش اختلف، بس بعدنا متمسكين بالمسرح. بعدنا المسرح له نكهه خاصه، بعده له مركز خاص. كمان حضرتك كمان ما هملت ابدا هذا الموضوع، هلا عم تقدم مسرحيه بعنوان حنان للمدارس الخاصه والرسميه، خبرنا عنها. يعني يعني اذا انا بدي افوت من هاي الزاويه، هيدي بدم ما فيك ابدا 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 ابدا. يعني انا بدي ارجع شوي صغيره لبدايه حياتي بالمدرسه لما كنا بالمرحله الابتدائيه وغيره. يعني كنت انا وسائل ايضاح للتلاميذ رفقاتي، يعني انا كنت مثل اولادهم، اني بصف الخامس اتجوزوا، يعني عرفتي قديش انا كنت صغير. بس الفن ما له عمر. فكانت اكل اسعد قجاصه لحتى يفهموها. قوم انا حول لهم هي لاغنيه، يعني اكل اسعد قجاصه، هن يردوا اسعد ارنب. عرفتي كيف يعني؟ فتحه يعني اخلق لهم هيدا الجو. هذا مما لفت الاستاذ يومتها انه حسين، انت بس بدنا نشرح لهم دارس اي ودجاجه ام عساف ولا الثعلب ولا والدجاج كلهم هودي، ساعه كنت ثعلب ساعه عمل دجاجه ساعه، المهم الى اخره. إذا بدنا نرجع لحنان، وأنا كنت تقريبا شبه منقطع عن الإنتاج المسرحي الخاص. يعني ترجع الظروف مادية شوي، يعني لأنه كنا اللي بنطلعهم من التي في نحطهم بالمسرح بالعمل المسرحي، يعني لأنه كان العمل المسرحي هو عبارة عن موهبة، وهيدي الموهبة اللي حتى تتروج فيه
مكلفة في كلفة عليها. هلا كنت هذه المرحلة منقطع فيها عم بشتغل افلام وثائقية مع المخرج حبيب قلب اللي بوجه له التحية بلال خريس كثير مهم اشتغلت انا وياه فترة بالافلام الوثائقية. المهم حنان صارت تحركني من جوا. حنان عمل انساني وجداني في صراع ما بين التسلط والظلم، بحرك احاسيس. على فكرة بكل عرض صرت عارض كذا عرض، بكل عرض انا ببكي لانه في عندي مشهد يستدعي انه دموعي تنزل. مش الهدف اني ابكي، لا ارغب في البكاء ابدا نهائيا، بس كل الهدف انه شخصية عبدالله هيدي هي اللي هو أنا، هذا الإنسان اللي انظلم بحياته بأسرته من عائلته، خيو استبدوا، خيو أكلوا، خيو استغلوا، مرت خيو جيت طردته من البيت. نعم. المهم هي بتحكي بهذا الإطار، عنده بنت خيو هي حنان، حنان اللي بتحب عمها وعم بتحاول انه مش ترضيه انه هذا انسان اوكي محدودة بالظهر من كتر الشغل، يعني هو عنده حبيب. إعاقة ايه عنده اعاقه جسديه، يعني كمان انا هوني عم اقول انه اللي بيكون بمجتمعاتنا ببعض المجتمعات ما راح عمم انه حتى كمان اللي بيكون عنده اعاقه جسديه ذوي الاحتياجات الخاصه قديش لازم نحترمه نعطي دوره وحقه. صفا. يعني مثل ما بيقولوا لا يمل من وجودك معنا للاسف قلبي. يعني بس مثل ما قلت اللي عم نتنشا اليوم فن وعم نتنشا حب للمسرح وشغف بعيونك عم شوفه انه هالدمعه غير انه عبد الله عم بتشزع على المسرح، انما شعورك قديش واحد عم يحكي عن فنه وعن شغله وحبه للمسرح والفن بشكل عام. انا بدي هنيك بدي اشكرك وبتمنى من كل الناس اكيد حنان تكون بكل المدارس مثل ما عم تقول الرسميه والخاصه وتكون عبره لكل الناس لانه فيها رسائل كثيره. انا اكيد ممثل مخرج والكاتب حسين شكران بدي اشكرك وتحيه كثير كبيره لك، تحيه لك بمسيرتك من وقت ما كنت حسين الصغير اللي عمل هذا بحبه انا هذا حسين الشقلي الصغير وصولا للاستاذ الكبير حسين شكران. اهلا وسهلا فيك معنا. شكرا لحضورك. شكرا مشاهدينا، نحن بريك صغير وراجعين ما تروحوا لبعيد، خليكم معنا.